شخص منا يسعى لتطوير ذاته من أجل أن يحظى بحياة كريمة، ولكن لا يعرف من أين يبدأ، ولذلك سوف نناقش أهم الأمور التي يجب اتباعها لتطوير الذات على جميع الأصعدة. سنعدد النصائح لكيفية تطوير الذات من أجل حياة أفضل. احترم نفسك وقدرها، لينعكس ذلك على رؤية الآخرين لك ويدفعهم لتقديرك. قيم ذاتك بعد كل عمل تقوم به كي تلاحظ الإنجاز الذي حققته والتطور الذي وصلت إليه. تعلم من الماضي واستفد من دروسه وخذ العبرة من تجاربه. نظم وقتك وحياتك، فالتنظيم هو المفتاح الأساسي لكل إنسان ناجح. تعرف على نقاط ضعفك وقوتك، وهذه النقاط تحتاج إلى تنميتها وتقويتها، وهذا ينطبق أيضا على جميع المواهب والقدرات لديك. لا تسمح لمشاكل الحياة بأن تسيطر على تفكيرك، وابتعد عن كل ما يزعجك ويثير غضبك. ثق بنفسك، فالإنسان الواثق هو الأكثر إصرارا وقدرة على مواجهة الظروف الصعبة. كن إيجابيا وابتعد عن التفكير السلبي والأشخاص السلبيين. ثقف نفسك من خلال القراءة وتعلم لغات جديدة والتدريب المستمر. لا تشعر بالغيرة من الآخرين، واشغل تفكيرك واهتمامك فقط بأعمالك وإنجازاتك المستقبلية. كيف نتغلب على فيروس كورونا؟ لازم نتبع بعض الإرشادات، يلي هي ارتداء الكمامة، الالتزام بالتباعد الاجتماعي، غسل اليدين باستمرار. وعدم الالتزام بهيدي التدابير الوقائية بشكل خطر كتير كبير بازدياد احتمال انتشار العدوى بين الناس. ويعطيكم ألف عافية، انتبهوا على حالكم.